وإن قال قائل: هل يسن أن يقصد مسجدا للإعادة؟ بمعنى أنه إذا صلى في جماعة مبكرة وهو يعلم أن هناك جماعة متأخرة ذهب إلى المسجد الآخر للإعادة. الجواب: لا يسن، لأن ذلك ليس من عادة السلف، ولو كان هذا من أمور الخير لكان أول الناس فعلا له الصحابة. لكن إذا كان هناك سبب استوجب أن تحضر إلى المسجد، فإذا أقيمت الصلاة فصل معهم فإنها نافلة. ونأخذ من هذا الحكم الشرعي أن للشرع نظرا في توافق الناس وتآل وائتلافهم وعدم تفرقهم، لأنه إنما أمر أن يعيد الصلاة من أجل أن يكون مع المسلمين فلا يبقى وحده ويقول أنا صليت، نقول صل مع المسلمين، فإن هذا أفضل حتى يكون مظهر الأمة الإسلامية مظهرا واحدا لا اختلاف فيه. ولذا يرى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: نخلص من هذا إلى أن ما يفعله بعض الناس في قيام رمضان من أنهم إذا صلوا 10 ركعات خلف إمام يصلي 20 ركعة جلسوا وتركوا الإمام حتى إذا شرع في الوتر قاموا فأوتروا معه، خلاف ما دلت عليه السنة وما كان السلف يتحرونه من موافقة الإمام في اجتهاداته. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم وافقوا عثمان في زيادة الصلاة في نفس ركعاتها حيث أتم الصلاة الرباعية في منى يقصر، فكيف بزيادة صلاة مستقلة؟ فالصحابة رضي الله عنهم تابعوا عثمان حينما أتم الصلاة في منى، والمعروف من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة أبي بكر وسنة عمر وسنة عثمان 8 سنوات أو 6 من خلافته أنهم كانوا يصلون في منى 2 ركعة. وفي آخر خلافة عثمان رضي الله عنه صار يصلي 4، حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه لما بلغه ذلك استرجع وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، فجعل هذا أمرا عظيما. ومع ذلك كانوا يصلون خلفه 4 ركعات مع إنكارهم عليه، كل هذا من أجل درء الخلاف، حتى قيل لابن مسعود: يا أبا عبد الرحمن، كيف تصلي 4 ركعات وأنت تنكر هذا؟ قال: إن الخلاف شر، وهذا هو الحق الذي أمر الله به، كما قال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وقال تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم. فالأمة الإسلامية أمة واحدة، وإن اختلفت آراؤها فيجب أن يكون مظهرها واحدا لا يختلف، لأن الأمة الإسلامية لها أعداء يعلنون العداوة صراحة، وهم الكفار الصرحاء مثل اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين والشيوعيين وغيرهم، ولهم أعداء يخفون عداوتهم مثل المنافقين، وما أكثر المنافقين في زماننا وإن كانوا يتسمون باسم غير النفاق كحزب مثلا معين والأحزاب التي فرقت المسلمين. ولذا ينبغي للمسلمين أن يكونوا حزبا واحدا وليس هناك أحزاب كثيرة، لأنهم حزب واحد متبعين لسنة نبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين كما أمر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين
عضوا عليها بالنواجذ. فالله الله، اتركوا هذه الأحزاب حتى ولو كنتم في دولة كافرة، كونوا حزبا واحدا فإنه أقوى لكم. فينبغي لنا يا إخواني أن نكون هناك حزب، أن نكون حزبا واحدا. وإذا كان هناك أحزاب مختلفة لا بد أن نجتمع ونتناقش ونتفق، لأن الأعداء يريدون أن يفرقوا بيننا. ولعلكم تعلمون هؤلاء الأعداء الذين يقولون عندهم قاعدة: فرق تسد. فعلماؤنا قدوتنا، لماذا يتفرقون أحزابا؟ وإنما هم حزب واحد، هذا دليل قوتهم. وإذا تفرقوا أحزابا ضعفوا، فينبغي أن يجتمع رؤساء الأحزاب ويتحاكمون إلى كتاب الله وسنة رسوله ويكونون حزبا واحدا. والله لو أن المسلمين مع دولتهم اتفقوا حزب واحد ما غلبهم أحد، ما غلبهم أحد علماؤهم وعامتهم وولاة أمورهم، كلهم حزب واحد لا يختلفون في ذلك. والله الله، أيها الشباب اتركوا الأحزاب إلا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، ولا يكون هناك بغضاء وعداوة وتفرق بينكم، كونوا يدا واحدة مع دولتكم. أسأل الله أن يوفقني وإياكم. ولذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في أكثر من كتاب وأكثر من قول، ويكرره دائما، يقول: يؤسفنا كثيرا أن نجد في الأمة الإسلامية فئة تختلف في أمور يسوغ فيها الخلاف، فتجعل الخلاف فيها سببا لاختلاف القلوب. فالخلاف في الأمة موجود في عهد الصحابة، ومع ذلك بقيت قلوبهم متفقة. فالواجب على الشباب خاصة وعلى كل المستقيمين أن يكونوا يدا واحدة ومظهرا واحدا، لأن لهم أعداء يتربصون بهم الدوائر. ونعلم جميعا أن التفرق أعظم سلاح يفتت الأمة ويفرق كلمتها. ومن القواعد المشهورة عند الناس أنك إذا أردت أن تنتصر على جماعة فاحرص على التفرقة بينهم، لأنهم إذا اختلفوا صاروا سلاحا لك على أنفسهم، وليس أحد بمعصوم. لكن إذا خالفك شخص في الرأي في آية أو حديث مما يسوغ فيه الاجتهاد، فالواجب عليك أن تتحمل هذا الخلاف. بل أنا أرى أن الرجل إذا خالفك بمقتضى الدليل عنده لا بمقتضى العناد، أنه ينبغي أن تزداد محبة له، لأن الذي يخالفك بمقتضى الدليل لم يصانعك ولم يحابك، بل صار صريحا مثلما أنك صريح. أما الرجل المعاند فإنه لم يرد الحق. وهذه كلمة جميلة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يطلب منا جميعا كبارا وصغارا أن نكون حزبا واحدا ويدا واحدة في طاعة الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.